احنا نوجد بين مجعى كحيجة واللطيف يا الخبير لبضع مجع ومعنوه ذي سكوله ويهي أين يسراعنين مجع إذا الله سبحانه وتعالى وحكم إذا اللطيف وحكم إذا الخبير باكم إذا وانا لبا مجع أو حوية إن بضن كتاب وقصة نعنى وضي ولبنا لبا مجع أو إن بضن الله يسكول لما نيه وي وحكم إذا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير أريد إلهي ما كوبان لكن إسقى يا كوبا ألا نوى ألا اللطيفة أحقو قالة أرد برسن الخبير وألا وحوي خبر له أو حو البؤك وحكم إذا فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير وحكم إذا يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير وحكم إذا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا لبضع مقع هدين كبلا ونم مقع الخبير وحلق كان من الخبرة خبرتنا والعلم ببواطن الأمور وحيابها قرصون عدو لبأني فهمي إن علمي يحق له يش وما قشن بنا آدمك مركز شقاد لقد البنى يوحي إلى هذا خبرات ما لذا وحلقية بشهادة بي إش دي إنو سيتو لكن الشيء ما الله فنق شيء إكسبيريا وحل له يقع إنه خبرات ما أولي ذا خبرات ده وحل له شيء ده وحي آت صور لغتي بواقتي كتب سكا صور لغتي علمي كحال دار باشقاد اللغو أغاني مركز قفكو علمي براكتيكال كاهانا إنو هايو هوس أهاند وحيابة بضان وحوسة وفهم كارو تنوع عاسي بنا آدم كدنا إيان خبرات دا كوي شهادة دا كوي انت بضان مركا الله يسلين عدقو قف باتشو لرسيتا أو خبرات بضان له يمد بي إش دي ستا واحد الله الرئيسية كخبرات له وهي وحو أغيا وحيابة هوسة وكان هاد الشهادة سوقات اللغية بينا نفهمين وشقادة كسو بحية مشاكل وحلين أيوه يا فرسبوين بضن أيولي ياك خبرة عليه مركا الخبير هل كسلك كان وألا وحيابها قرصون الدقيقة عدوى لبقى أنا يفهمي وألا سبحانه وتعالى حقوق قال كواه خبرة تسلق جيدة مقع اللباط واللطيف اللطيف من اللب معنى الله استعماله مدي وحوي هو بمعنى الخبير ومعناها إنه صوت شجني اللطيف وحوي أي الخبير الله خبرة بضن أوك وحيابها الدقيقة الذي يعلم ما لطف ودقة الله أوك وحال لطيف كدقيقة حاشا دار وحوي اللطيف معناها والله استعمالها معناها اللباط اللطيف وادبر سنانت الله لطيف بعبادي يرزق من يشاء وألا لطيفة أو دبرسن أو نحريس بضن أو خلقه سأود بعسن ويا الله سبحانه وتعالى أو دنه ذا جارسين يا مصالح ذا جارسين يا ابن القيم رحمه الله تعالى وقت المام ينون يدس وهو اللطيف بعبده ولعبده وهو اللطيف بعبده ولعبده واللطف في أوصافه نوعان إلهي اللطف يسنا والله بمعنوي إدراك وأسرار الأمور بخبرة أسرار توحيابها خبرة إنه أقاده كسوى معنى واللطف عند مواقع الإحسان إيو قوبها السمفلك اللبا هي هاي اللطف يلي برسنان إن حريص إلا قهره مركي نكهض لإن الله بضن مقع لنعي اللوقة ضبا وحينوت الماما ين الله سبحانه وتعالى إنه حق قارية الله سبحانه وتعالى وحول بإنه الله صعده وحيابها هو سيء أنسي هر اللو فهمين إنه الله سبحانه وتعالى حق قارية تانا أدلدو وينوت الماما يسا إن ربي لطيف لما يشاء ولا تلمامي وحلينوت الماما
الله لطيف بعباده يرزق من يشاء الله سبحانه وتعالى دبر سنانتي سواح كمدة ضدك إنه أرزاق أي كمدة الله سبحانه وتعالى دبر سنانتي سواح كمدة إنه عافي ماضي نسيه كحنو سينو عافي ماضي سيه دبر سنانتي سواح كمدة إنه حوي نعمي ككل الدوان إنه الله سبحانه وتعالى إنه نعمي إذن وحلو بهي هاي قفوا إنه آغو الله سبحانه وتعالى دبر سنانتيس أو الله سبحانه وتعالى خير أكفشه أو أقو ضرعيه أو الله سبحانه وتعالى خير كيس أو ضماعيه أو هذا الله سبحانه وتعالى لطيف وياه طلبات إنه الله سبحانه وتعالى كبقه أو هذا علم حال دار إنه الله سبحانه وتعالى أوليه بل الله إنه نفت هذا كايقانه أو كاجا حقو قال سيني ربكم أعلم بما في نفوسكم إلى يحولي يسرى إذن كعلم بضن وحن فيه نكسوغا وحن نغقد بينا دور مقع أو يغنا وحوي اسكو دو دو مقع يدا وحكبدا العفو الغفور التواب الغفار وأفر مقع ومعنه ذو اسكو دو دو يهي الغفور يا الغفار لبدا مغعبه وحا لغا كيناي صفه لو يقان صفه الغفران الله سبحانه وتعالى ذنبك انو دافو المغفره وشيء الا ددو حبانتي اد سميساي با لدديا او الله سبحانه وتعالى استريا او الله سبحانه وتعالى دافيا كسوى المغفره العفو وعفس الله سبحانه وتعالى انه كابا بيو ويعفى الاثر رات كي بابا ايوي اذا عفى الله عنك يعني ذنبك اد سميساي با لغا بابي او لغا مسح وان كو عافيه يعني خلطك اد سميساي بان كان مسحوي بيج عصبان فري العفو صص لغا ودا الغفور يا الغفار نويل شيخ التوابنا والله اقبل توبه اقبل والله ادومدي سوافجيه اني توبت كينا والله وافجيه وي